أما هلا مشاهدينا رح نروح لأول فقراتنا لليوم، رح نحكي فيها عن مرضى السكري، كيف لازم يصوموا برمضان، شو هي آلية الصيام، من هنن الأشخاص من مرضى السكري المحظور عليهم الصيام، والأشخاص اللي قادرين على الصيام شو هو النظام الغذائي اللي لازم يتبعوه، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو اختصاصية التغذية آية صابر. يسعد صباحك آية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة آية، أهلا وسهلا بحضرتك. رمضان كريم عليك. عليكم يا رب. اليوم عم نحكي عن داء العصر يلي هو منتشر جدا، وفي ناس كثير تعايشت مع هذا المرض وقدرت انه ما بنقول تتغلب عليه لانه هو اكيد ما في منه شفاء، ولكن قدرت انه تنظم حياتها وتعيش نظامي. في ناس لا، العكس، يعني دهورت الحاله الصحيه بسبب هذا الداء. اليوم اذا بدنا نعرفه بالمعنى الطبي شو هو مرض السكري، وخلينا نحكي كمان عن اعراضه. اوكي، هلا بالبدايه خلينا نعرف انه البنكرياس بيفرز عندي ثلاث انواع من الخلايا، خلايا بيتا ودلتا والفا. البتا هي اللي بتفرز عندي الانسولين يلي بيخفض السكر، والدلتا بتفرز عندي شيء اسمه غلوكاغون بيرفع السكر بالدم، وعندي كمان الفا هذيك بتفرز شيء اسمه سوماتوستاتين. عند مرضى السكري بيكون عندي خلل يا بخلايا بتا يا اما بافراز الانسولين. الانسولين شو وظيفته؟ الانسولين بيروح بيفوت الغلوكوز لداخل الخليه لحتى يعطيني انرجي ويعطيني طاقه. عند مريض السكري ما بيكون عندي افراز لهذا الانسولين، فعطول الخلايا بتعطي اشارات للدماغ انه انا بدي سكر بدي سكر، هو الدم بيكون مليان سكر بس ما عم يفوت لقلب الخليه، فبنلاقي صار الشخص عنده ارتفاع بسكر الدم ممكن يوصل لاكثر من 125 ميلي جرام من ديسيلتر. فاول شيء بيعاني منه الشخص هو اول شيء الجوع او بنسميه البوليفاجيا. ثاني شيء السكر لما بده يبلش الجسم يتخلص منه بيسحب كل شيء مي، فبصير عنده تبول وبصير عنده عطش. والكليه كرد فعل انعكاسي بتصير بدها تخلص الجسم من هذا السكر الزايد، فبتعمل شيء بنسميه ري ابسوربشن او اعاده امتصاص لهذا السكر. فبحد معين اذا وصل سكر الدم لاكثر من 180 ملي جرام بالديسيلتر، هون بقى الكليه ما لها قدرانه تعمل انف ابسوربشن لهذا السكر، فبصير بينطرح بالبول. فاغلب اعراضه هو العطش، تبول، وايضا في بعض الاحيان ممكن يصير عندي وجود البول وجود سكر بالبول. تمام. اليوم وقتنا نحكي مرض سكري في كثير انواع لمرض السكري، ويمكن كل نوع له نظام غذائي معين. بدايه خلينا نعرف انواع مرض السكري. هلا اول شيء عندنا التايب 1 او بنسميه السكري المعتمد على الانسولين، هذا غالبا يسمى بالسكري الشبابي لانه بصيب باعمار صغيره، هون بتكون خلايا بيتا متدمره بشكل كامل وما لها قدرانه ابدا تفرز الانسولين. اما عندنا التايب 2، هذا التايب 2 بيكون عندي خلايا بيتا متدمره بس بشكل جزئي، يعني هي عم تفرز الانسولين بس مو بشكل كافي، وغالبا بيكون اسبابه جينيتيك او عوامل وراثيه. عندنا شيء بنسميه جاستيشنال دايابيتس او السكري الحملي، هذا بصير باخر ثلث من الحمل، اذا كان عندها المراه الحامل زياده وزن، اذا كانت منصابه سابقا بسكري حملي، او ولدانه بنسميه طفل هرطل سابقا وزنه اكثر من 4.5 كيلو. عندي كمان حاله بنسميها بري دايابيتس او حاله ما قبل السكري، او فيني اسميها انا الهونيمون تبع الدايابيتس او تبع السكري او شهر العسل تبع السكري. فبصير الشخص بهي الفتره على طول عم يقول انا عم يصير عندي هبوط سكر هبوط سكر هبوط سكر، هون بصير الجسم عم يعطي رد فعل انعكاس ويعطي كميات كثير كبيره من الانسولين، فبصير عندي هبوط بهذا السكر. فلحنا بنروح بشكل غلط، بنروح بنقول له بما انك عم يصير عندك هبوط سكري كل سكر، بنعطيه السكريات البسيطه، وهذا الشيء كثير مغلوط. لازم نحن نوصف له سكريات معقده او نشويات معقده بترفع عندي السكر بالدم بشكل تدريجي. طيب خلينا نروح لعوامل الخطورة اليوم بمرض السكري، ونحكي اليوم عن الأطعمة اللي ممكن تكون هي سبب تأهب بحدوث هذا المرض. تمام. هلا من اهم عوامل الخطوره اول شيء عوامل الوراثيه، اذا الشخص والده او امه او اي حدا من العائله عنده سكري، وخصوصي السكري من النمط الثاني. شو يعني نمط ثاني؟ يعني هذا اللي بيكون خلايا بيتا ما له متدمره بشكل كامل ومرتبط اكثر شيء بعوامل وراثيه هذا النمط، يعني ما له كثير مرتبط بنظام غذائي قد ما له مرتبط انه بشيء عائلي موجود. تمام. ثاني شيء عندي النساء اللي بيعانوا بنسميه بي سي او او مبيض متعدد الاكياس، هذا اغلب اسبابه بيكون مقاومه انسولين، وبالتالي هن اذا ما اتبعوا نظام غذائي صحي بصيروا معرضين انهم ينصابوا بالسكري. كمان الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع كوليسترول، من امراض القلب، امراض الشرايين، كمان هدول معرضين انهم ينصابوا بالسكري. ومثل ما حكينا اذا المراه الحامل انصابت بالسكري الحملي اذا ما اتبعت نظام غذائي صحي، فهي بعد ولادتها
3 اشهر انا بعاين السكر بالدم، اذا لقيته مرتفع فهي خلص صارت مريضة سكري على طول، اما اذا لقيته نازل فبيكون سكري حملي عابر وخلص تخلصت منه. اما الاطعمه اللي بتساعد على هذا الشيء فهنا الاطعمه اللي بتكون عاليه كثير بالسكر، يعني ما بيكون يعني بتكون فيني اقول خاليه من الالياف، يعني العسل، الفواكه اللي بيكون مؤشر الغلايسيمي كثير عالي مثل العنب، الزبيب، البطيخ، فهدول اكثر اطعمه اللي تناولهم بشكل او كميه كبيره يمكن يفاقم حاله مريض السكري او يعرضه لهذا المرض. حضرتك عم تحكي عن الاكلات اللي ممكن فعلا او الغذاء اللي ممكن يسبب عوامل خطوره، لكن اليوم اذا بدنا نقول الشيء المفيد او النظام الغذائي او التغذيه لمرضى السكري، شو هن انواع الغذاء اللي ممكن يتناولها من فيتامينات ممكن تمده بالطاقه وممكن ما تاثر عليه كمريض سكري؟ تمام. هلا النظام الغذائي انا اللي بدي اتبع له اياه اول شيء بده يكون حاوي على كاربس او نشويات 50%، طبعا هذا النظام سواء برمضان او بغير رمضان. تمام. بدي اختار الكاربس اللي بتكون عاليه بالالياف، يعني بدال الخبز الابيض انا بلزق لخبز الشوفان، لخبز الشعير، لخبز الاسمر، لخبز القمح الكامله، بدال مثلا المعكرونه البيضاء اجى لشيء اسمه معكرونه سمراء، حتى مثلا خبز الشوفان وخبز الشعير فيهم ماده بنسميها البيتا غلوكان، هي البيتا غلوكان قادرة الحالة انه هي تخفض السكر وتخفض الكوليسترول. بالنسبة مثلا للبروتين انا بدي احاول الجأ له للبروتين اللي بيكون من مصدر نباتي، يعني مثل البقوليات، بعض انواع الحبوب تحوي كمان نسبة من البروتين، عندي فول الصويا كمان، حليب الصويا فيهم هدول نسبة عالية من البروتين. بالنسبة للدهون فهي لازم تكون نسبته تقريبا حوالي 30%، بقسمها لثلاث عشرات. اول عشرة اللي هي الدهون المشبعة اللي باخذها من اللحم الحمراء، يلي باخذها من مثلا من جلدة الدجاج او الاشياء اللي ما لها صحيه فيني اقول. بعدين عندنا 10 هي عباره عن دهون غير مشبعه احاديه، يلي هي عباره عن زيت الزيتون، الزيتون، زيت الفول السوداني، زيت الكانيولا بنسميه، او حتى الافوكادو، او دهون غير مشبعه متعدده يلي كل شيء مصادر للاوميجا 3 وللاوميجا 6، يعني الاسماك، الطونه، البقلة، الجوز مثلا، كل شيء زيوت نباتيه كمان حاويه على اوميجا 6. فاجمالا بدي خفف له كمان نسبه الاملاح او الصوديوم، بدي خفف له تقريبا بنسبه 4 جرام، يعني تقريبا قريبه معلقه صغيره بس باليوم. بدي خليه يمارس تمارين رياضيه بتحفز عنده حساسيه الانسولين وبتقلل مقاومه الانسولين، يعني بده يكون نمطه الغذائي اقرب للصحي بشكل عام. تماما. ودائما يعني بنشوف مريض السكري بيتبع دائما حميه، بيتبع دائما برنامج غذائي صحي، وفي ناس لا يعني ما بتقدر، يعني دائما على مبدا كل ممنوع مرغوب، فممكن بعض المرضى يروحوا للمعادن والفيتامينات، هل هذا الشيء صح؟ هل اليوم بيعطى مريض السكري فيتامينات ومعادن؟ طبعا. هلا خلينا نعرف احنا ليش اخذنا هدول الفيتامينات المعادن. السكري بدمر عندي 4 انواع من الانسجه، العين والشرايين يلي بتربط بالقلب والجهاز العصبي يلي بيربط بالدماغ والكليه. تمام. فانا اول شيء بحاجه لفيتامين بي 1 بيحمي لي اياه من اعتلال الاعصاب ومن الخدران والتنميل يلي غالبا ما يصيب مرضى السكري. ثاني شيء بحاجه لفيتامين سي، هو مضاد اكسده، بيحمي لي من امراض القلب، بيحمي من امراض الشرايين، وايضا بيحد من مضاعفات مرضى السكري. بدي اعطيه فيتامين اي كمان مضاد اكسده جدا رائع لمريض السكري. بدي اعطيه الكروميوم، هو من اهم المعادن يلي حديثا اثبت فعاليته بانه هو بيزود استقلاب السكر وبلس بيقلل من مقاومه الانسولين. عندي الاوميجا 3 كمان، الاوميجا 3 بخفض الشحوم الثلاثيه، بيرفع لي المناعه، كمان بحد من امراض القلب الشرايين يلي ممكن تصيب مريض السكري. فيتامين د كمان من اهم الفيتامينات اللي مهمه لمريض السكري. تمام. اليوم وقت بدنا نحكي عن الصيام ومريض السكري، شو هو النظام اللي لازم يتبعه؟ شو مين هنون الاشخاص او كيف الشخص اللي هو لازم يعرف انا فيني صوم او لا بحيث انه ما يعرض حاله للخطوره؟ هل لازم يروح لعند اختصاصي او دكتور نفسه اللي هو عم يتابع له حالته ممكن انه يصوم بطريقه عاديه امنه ما ياثر عليه شيء؟ خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع. تمام. هلا اول شيء ما فينا نحن نحكي من عنه لانه لازم انه كل مريض له
حالة صحية معينة فلازم يكون في استشارة للطبيب. بس بشكل عام أي مريض عم ياخد أنسولين يفضل عدم صومه. مريض التايب 2 بيقدر يصوم، مريضة السكري حملي بتقدر تصوم بس بالثلث الثاني، بالثلث الأول وبالثلث الثالث هي ما بتقدر تصوم، لأنه بالثلث الأول بتكون عم بتعاني من أمراض بنسميها هايبر إبسيس جرافيداريوم أو عندها غثيان وأقياء، فهي أوريدي عم تفقد سوائل وبنجي كمان تنصوبها ونفقدها سوائل أكثر، فهذا الشيء كثير ماله منيح. أما بالثلث الثالث بصير عندي حجم الجنين اكتمل بشكل كامل، فبصير ضغط على الجهاز الهضمي، فهي لما عم تتناول بس وجبتين بالنهار عم يزيد هذا الضغط وبتزيد عند الأعراض الهضمية. طيب خلينا نروح لسؤال شائع جدا، وأدوية موجودة بالصيدليات ميتفورمين، هي خلينا نقول الناس كلها أو أغلبها عم تاخدها، مو بس للسكري، عم يقولوا أنه هي كمان بتساعد بإنزال الوزن وتخفيض السكر في الدم. اليوم قديش طبياً هذا الشيء صح؟ هل هو أول شيء بنحيف؟ هل اليوم ممكن حدا ياخده من دون وصفة طبية؟ على للأسف في نسبة كتير عالية خصوصي من النساء بنجول عنا على الصيدليات وعلى طول إنه بدهن ميتفورمين للتنحيف. هلا ميتفورمين هو دواء خافض للسكر من زلمة البيكوانايت، تمام؟ شو وظيفته؟ أول شيء هو بيقلل من امتصاص السكر بالأمعاء، وكمان بيزود من حساسية الأنسولين. بس أكيد هذا الميتفورمين أكيد رح يكون له أعراض جانبية. أول شيء هو ممنوع أعطائه لمرضى القصور الكلوي، لأمراض الكبدية، لمرضى قصور القلب. الميتفورمين عم يعمل على المدى الطويل نقص فيتامين بي 12، فمنلاقي الصبية اللي عم تاخذ ميتفورمين لفترة طويلة فجأة صار عندها خدران وتنميل بأطراف السفلية أو بإيديها، تمام؟ هذا الشيء ما بتكون هي خاطر ببالها أنه أنا من الميتفورمين يلي أنا عم باخده. فمن أهم وأسوأ الأدوية للتنحيف هو الميتفورمين. حتى الأبديت الجديد بيقول أنه ثلث مستخدمي الميتفورمين للتنحيف ما نزل وزنهم غير 5% بالسنه، فهذا الشيء بالا نسبه انه انا بتخليني اخذ الميتفورمين لسنه كامله وعرض جسمي لنقص فيتامينات. حتى في عيارات بين ال 500 وال 1000، في ناس ما بتروح بجرعه بسيطه بال 500، فورهم بيروحوا لعيار ال 1000 يعني انه مشان يحصلوا على نتيجه افضل. يعني اليوم سلبيا يعني كرمال نوجه نصيحه مثل ما قلت، اليوم هي كثير شائعه وخاصه عند الصبايا. هلا الميتفورمين في حال الشخص بده ياخده بده يبلش بجرعات بدئيه، يعني بنبلش مثلا بجرعه 500 ملي جرام بعد الوجبه، هي اهم شيء انه بعد الوجبه الواحد يتاخذ، واذا وجبتك ما فيها نشويات او سكريات ما تاخذها. بعدين فيني زودها مثلا، يعني الماكسيموم الدوز تبع الميتفورمين قريب ال 2000 ملي جرام باليوم. انا عم بحكي لمريض سكري، لمريضه بدها تنحف عندها مليون دواء غير الميتفورمين بنحف بنسبه اعلى ولو بخاطر تاثيرها جانبيه. بس في حال اخذه بطريقه عشوائيه من دون وصف الطبيب هون بيكون في مشاكل او عوامل خطوره، صح؟ تمام، رح نفوت باعتلال اعصاب، نقص فيتامين بي 12، رح يصير عندنا اعراض هضميه جدا سلبيه، بجوز يصير هبوط سكر مفاجئ كمان. الميتفورمين ما بيعمل من الزمرة الدوائية الآمنة من هاي الناحية. طب خلينا نحكي شوي عن الأدوية، شو هي الأدوية اللي ممكن ترفع نسبة السكر عند مريض السكري بالتحديد؟ هلا أول شيء عنا الكورتيزونات أو مسميها كورتيكوستيرويد. ممكن مريض سكري يفوت بأي حالة إنفكشن أو عدوى أو إنتان مثلا بالرئة أو بأي منطقة أخرى، فبنوصف له فورا جرعات الكورتيزون لحتى هي تثبت هذا الالتهاب وتثبت عنده المناعة، فمنلاحظ ارتفاع بالسكر وراح بروح السكر بقى بيضرب مناطق تانية. فأول شيء عندي الكورتيزونات، عندنا شيء بنسميه أتيبيكال أنتي بسايكوتيك أو بنسميه مضادات الذهان، تمام؟ كمان عندي نوع من الدواء بنسميه النياسين اللي هو عبارة عن خافض للكوليسترول، وعندي كمان نوع من الدواء بنسميه البيتا بلوكر، يعني مثل البيزوبرولول، هدول اللي بيكونوا يعني بياخذوهم لتنظيم ضربات القلب. البيتا بلوكر هو مو انه بيرفع السكر، هو بيعمل ماسك او بيحجب اعراض هبوط السكر. فاذا كان عندي مريض سكري صار اخذ مثلا جرعه انسولين زايده وعم ياخذ بيتا بلوكر وصار عنده هبوط السكر، ممكن هذا الدواء يحجب هدول الاعراض وتلاقيه داخل وقع بالارض ما له حاسس على هذا الشيء. طيب ما بين ارتفاع السكر الدم والانخفاض، يعني شو هي الاعراض اليوم؟ كيف قادر الشخص يميز اذا انا بحاله انخفاض للسكر او ارتفاعه في الدم؟ هلا بارتفاع سكر الدم بصير عندي صداع،
بصير عندي تبول كتير، بصير عندي تعرق، بصير عندي عطش. أما بحالات الانخفاض السكر بصير عندي دوخة، بصير عندي غباشة بالعيون. حتى أغلب حالات هبوط السكر بتنزل فجأة لمثلا 30 أو 40 ميلي جرام، ففورا الشخص بيقع بالأرض. فلحنا أول ما منشوف شخص صاير عنده دوخة أو واقع ولحنا ما لنا عرفانين إذا هو ارتفاع سكر أو انخفاض سكر، نعطي سكر يعني قطعة صغيرة هي لا رح تفاقم حالة ارتفاع السكر، بس هبوط السكر أسوأ بكثير من ارتفاعه. صحيح، تمام. إذا بدنا نحكي شوي، ذكرتي من أسباب حضرتك من شوي الأشخاص ممكن وراثي، عامل وراثي يكون ممكن يكون بأعمار صغيرة. اليوم الأعمار الصغيرة هل لهم محاذير، لهم نظام غذائي مختلف عن الكبار اللي بمرضى السكري؟ هلا ان جنرال اول شيء انا بدي اشوف اذا هذا الشخص عنده بالعائله نمط سكري، عنده الاب او الام عندهم سكري، فانا اول شيء بدي دير بالي بده يكون نظام الغذائي جدا صحي. بالبدايه بدي اوقف كل شيء وجبات سريعه او فاست فود، يعني بتكون مليانه بالصوصات، صوصات عاليه بالكالوري وعاليه بالسكريات، فراح تسيء الوضع بهذا الشيء. ثاني شيء بدي احاول اختار له الفواكه يلي بتكون مؤشر الغلايسيمي قليل، مثل الفريز، مثل التوت، مثل الكيوي، مثل الرمان، مثل التفاح والانجاص. التفاح والانجاص من اكثر الفواكه اللي بتكون نسبه السكر فيهم عاليه والياف عاليه، فما بيرفعوا نسبه السكر بشكل سريع، بيرفعوه بشكل تدريجي. بدي خليه يمارس الرياضه على الاقل 4 لـ5 مرات بالاسبوع لحتى قلل مقاومه الانسولين وقلل من مخاطر اصابته بالسكري. طيب دكتوره، اليوم ايضا اليوم عندنا نسبه من الاطفال ايضا مصابين بسكر، بداء السكر، واليوم في بعض الاطفال بحبوا يصوموا، هل اليوم التحذيرات نفسها للأشخاص الكبار ممكن إحنا نطبقها على الأطفال أو في شيء خاص لإلهم؟ حسب الأعمار، بس إذا كان طفل صغير وما عم بيعاني من أي مرض صحي فأنا ممكن يعني إذا كان عمره صغير فيني صومه مثلا لأذان الظهر لأذان العصر. كمان الولد الصغير بهذا العمر هو بحاجة ماسة لكل المغذيات، بحاجة لكل العناصر الغذائية، ما فيني أحط له إياهم كلهم بوجبتين من الفطور للسحور، وخصوصي إنه الأطفال قابليتهم للأكل أغلبهم بتكون قليلة، فممكن هنا بهالست ساعات هنا ما ياكلوا غير وجبه واحده ويقضوا الباقي انه اكلات طيبه وشوكولا وشيبس. فلا انا هيك عم اثر على نموه. فاذا كان من هذا النوع وبقدرت انا اعطيه نظام غذائي صحي بهي الست ساعات فلا انا بفضل انه ما يصوم. طب بالنسبه للاشخاص اللي عندهم هبوط سكر اليوم باعتبار انه هو اخطر مثل ما ذكرتي حضرتك من ارتفاع السكر، شو المحاذير لهم للصيام وشو النظام الغذائي كمان ضمن الصيام انه ممكن يتبعوا او في اكل معين ممكن ياخذوه او ممكن ما ياخذوه؟ هلا حالات هبوط السكر لمريض سكري غالبا بتكون بتصيب مريض عم ياخذ انسولين، ومثل ما حكينا اذا مريض عم ياخذ الانسولين الافضل له ما يصوم. تتشابه حالات الهبوط مع حالات الارتفاع نفس النسبة؟ اذا جرعه انسولين عاليه وهو ما له اكل، يعني هو مثلا اكل وجبه الفطور ما فيها نشويات وراح اخذ مثلا اخذ 20 وحده انسولين، فبلاقيه فورا داخل نزل عنده السكر. فانا يا اما ما بصومه يا اما بدي اروح لعند الطبيب يرد يحط لي وحدات جديده من الانسولين حسب الوجبات اللي عم ياكلها. اذا ما اخذت نشويات بالوجبه ما تاخذ جرعه الانسولين او بالاحرى ما تصوم. طيب اليوم دكتوره اذا بدنا نحط عناوين لفقرتك لليوم بنصائح بتحذيرات بقصص ايجابيه بموضوع ايضا الصوم يمكن له ايجابيه عند مريض السكري اكيد، يعني شو بتحبي هيك تحطي عناوين لليوم؟ هلا الصيام هو فرصة كتير ذهبية لمريض السكري إذا كان من النمط الثاني، لأنه بتصير الخلايا بتتعطش للأنسولين وبتتعطش للسكر، فما بيعود عندي مقاومة أنسولين، فهي فرصة كتير ذهبية إذا كان مريض سكري ضابط عنده سكر ونظامه الغذائي صحي. برمضان ضمن نظام غذائي صحي وضمن ممارسة رياضية يومية خفيفة نوعا ما أنا بقدر خفف 40% من المضاعفات يعني يمكن أنها تصيب مريض السكري وخفف من أنه يصير عندي ارتفاع بالسكر بشكل عشوائي أو مفاجئ. تمام. في أشخاص يا لون
ما عندهم مرض سكري لا ارتفاع ولا عم ياخذوا اي نوع من انواع الانسولين، لكن احيانا بطريقه مفاجئه بينزل عندهم السكري وبيصير السكر بالدم، هذا بنقول له مو انخفاض السكري. شو ممكن اسعافات اوليه ممكن بالبيت، او شو ممكن انه هو لما بيتعرض لهالحاله اكثر من مره في غذاء معين ممكن ياخذه حلو، هو ممكن هذا الشيء صحي له اذا اخذ حلو او بالفواكه؟ خلينا نحكي اذا كانت عندي الحاله حاده، هو هلا داخ وقع وكان نازل عنده سكر، اكيد بيعطي فورا سكريات بسيطه مثل العسل مثل التمر او حتى التفاح، بس كنظام غذائي بدي احاول ادخله بنظام الغذائي الاشياء يلي بيكون ارتفاع السكر فيها تدريجي، لانه كل شيء بيرتفع سريع بينزل بشكل سريع، فانا اذا بدي اعطيه حلو صح رح يرفع عندي السكر رح يرفع عندي الانسولين، بس رح يرجع ينزل بنفس السرعه يرجع يفوت بنفس الاعراض، فبدي فوت له كل شيء ام حكام ليه، كل شيء شوفان، كل شيء شعير، كل شيء برغل، كل شيء فريكه، الفواكه بتكون عاليه بالالياف، هون بضمن انه انا السكري عنده عم يرتفع بشكل تدريجي وعم ينزل بشكل تدريجي. بدنا نشكر حضورك لليوم دكتورة آية وكل المعلومات اللي ذكرتي، أكيد اليوم بتهم نسبة كتير كبيرة من الناس، واليوم هيك تثقيفي لكل الأشخاص المؤهبين بالإصابة بمرض السكر. شكرا لحضورك ورمضان كريم عليك. شكرا لاستضافتكم الحلوة ورمضان. شكرا لحضورك وللمعلومات اللي قدمتيها، أكيد بنتمنى السلامة للجميع.